السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة انقطاع كان لها إيجابيات وسلبيات، إن شاء الله هنتكلم عنها لاحقاً في فيديو مفصل، لكن النهاردة أنا هتكلم عن الكيتوجينيك دايت أو المعروف اختصاراً بالكيتو دايت. ومن أهم الدوافع اللي خلتنا نتكلم عن الموضوع ده النهاردة إنه تقريباً أصبح شبه موضة. الهدف من مجموعة الفيديوهات اللي تتعمل إن شاء الله لاحقاً عن نظام الكيتو دايت هو هتعرف إذا كان النظام ده ملائم ليك ولا لأ، هل يصلح لكل الناس ولا فئة معينة فقط هي اللي تقدر تستخدمه، كمان هل أقدر أستخدمه فترات طويلة ولا المفروض أن أنا أستخدمه لفترة محدودة من الوقت وانقطع عنده وارجع للنظام الطبيعي من الأكل، هل ينفع أو يصلح لأمراض معينة، هل السيدة والرجل يقدروا يستخدموه على حد سواء، كل ده أنت بعد ما تفهم كويس قوي النظام ده ماشي إزاي والجسم بيحصل له إيه بالظبط بسبب النوعيات دي من الأكل، أنت تقدر تختار وتحدد بنفسك، وفي نفس الوقت هتزيل أو هتقدر تتخلص من كثير من الغموض اللي بيدور حول هذا النظام. بداية اللي ما عرفش الكيتو دايت هو انك بتعتمد على مصادر السعرات الحراريه بتاعتك من 75% من الدهون الصحيه و20% من البروتينز و5% فقط من الكربوهيدرات. طبعا الجسم بيمر بخمس مراحل مهم جدا تفهمهم وتبقى عارف ايه اللي هيحصل لجسمك بالظبط لما هتبدا تدخل في النظام الغذائي ده او تبدا تعتمد على الاطعمه بالنسبه دي في أكلك. المرحلة الأولى هي بتبدأ بعد أول جرعة أو أول وجبة كان فيها جرعة كربوهيدرات أنت أخدتها قبل ما تبدأ الكيتو دايت. يعني هنفترض أنك هتبدأ الكيتو دايت بكرة إن شاء الله بإذن الله، النهاردة الساعة 8 مساء مثلا أخدت الوجبة أو أكلت الوجبة اللي فيها الكربوهيدرات، إذن فهذه أول مرحلة. إيه اللي يحصل فيها بالظبط بعد امتصاص هضم وامتصاص الوجبة دي ودخول الكربوهيدرات في صورة جلوكوز في الدم؟ بيتم التخلص من هذا الجلوكوز في 4 ساعات. وانس انه الجسم تخلص من الجلوكوز الموجود في الدم بعد 4 ساعات انتهت المرحله الاولى من الكيتوجينيك دايت. يدخل الجسم بعد كده على المرحله الثانيه من الكيتوجينيك دايت، وهي بتعتمد في وقتها على عاملين مهمين جدا. العامل الاول هو حجم الكبد، والعامل الثاني هو حجم او مقدار النشاط اللي بيقوم بيه جسمك. هل انت بتجري؟ هل بتمشي في الوقت ده؟ هل اصلا كنت بتتمرن تمرين مثلا في رفع اوزان وكده وجسمك بيحرق فترات الراحه ولا لا؟ كل الحاجات دي كلها. طيب ايه اللي بيحصل في المرحله الثانيه بالظبط من الكيتو دايت؟ المرحله دي هي مرحله تفريغ الكبد، زي ما الدم بتخلص من الجلوكوز او الكربوهيدرات في صوره الجلوكوز، الكبد في المرحله الثانيه هو اللي بيتخلص من الكربوهيدرات اللي مخزنه جواه في صوره جلايكوجين. تمام. طيب المرحلة دي المفروض عند الأشخاص الطبيعيين تستغرق 12 ساعة، 12 ساعة بعد المرحلة الأولى اللي هي استغرقت 4 ساعات. إذن لو الشخص نشاطه قليل شوية هياخد 12 ساعة، بس كبده حجمه طبيعي. لكن لو الشخص حجم الكبد عنده طبيعي ونشاطه زاد، الفترة دي ممكن تقل شوية، عدة ساعات مش كتير. لكن المهم أو العامل المؤثر واللي ممكن يخلي المرحلة دي تطول أكتر من كده هو حجم الكبد. حجم الكبد يعني إيه؟ يعني عدد المخازن اللي مليانة جلايكوجين وموجودة في الكبد، ودي اللي بتؤثر على حجم الكبد، ونقول الكبد بتاع الشخص ده حجمه أكبر من الطبيعي. طيب ده بيعتمد على إيه؟ ده بيعتمد على العادات الغذائيه للشخص ده قبل ما يدخل في الكيتوجينيك دايت بسنين. يعني هي بتتبنى، شخص بيحب السكريات، شخص بيعتمد في الاطعمه بتاعته على النوعيات الغنيه بالكربوهيدرات وهكذا. ولكن اهميه المرحله دي ان هي بتفرز الاشخاص اللي عندهم عرضه لمرض السكر، مرض السكر، او الاشخاص اللي هم اوريدي مصابين بمرض السكر، وكمان الاشخاص اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في معدل الحرق نتيجه لانهم مارسوا انظمه غذائيه متعدده
قبل دخولهم في الكيتو دايت، وكلها كانت بتعتمد على الجوع وعلى السعرات الحرارية المنخفضة. المرحلة التانية انت تقدر تكتشفها من خلال قياس سكر الدم بعد 16 ساعة من الوجبة الأخيرة اللي انت أكلتها وكان فيها كربوهيدرات قبل دخولك في الكيتو دايت. بتروح أي مكان، أو لو عندك جهاز قياس سكر في الدم بتقيس، لو سكر الدم طلع معاك من 55 ل 85 مللي جرام بير ديسيلتر، إذا فالكبد تخلص من الكربوهيدرات الموجودة فيه وأنت خلصت مرحلة تانية من الكيتو دايت. ولكن لو سكر الدم طلع ل 100، اذا فانت عندك كسل نوعا ما في نشاط الكبد، واثر ده على تخلصه من الكربوهيدرات المخزنه فيه. اما لو قياس سكر الدم 120 فما فوق في الفتره دي، اذا فاحنا قدامنا مريض سكر. يدخل بعد كده الجسم على المرحله الثالثه من الكيتوجينيك دايت. بس قبل ما نتكلم على المرحله الثالثه، مهم جدا ان احنا نقول ان الهدف من تحويل المسار الغذائي بتاعك 75% دهون صحيه و20% بروتينات و5% كربوهيدرات عشان تبقى اسمك دخلت في الكيتو دايت، هو ان جسمك يعتمد على الاجسام الكيتونيه كمصدر للطاقه بدلا من الجلوكوز اللي هو بين قوسين الكربوهيدرات. طيب في هذه المرحله، واللي بتبدا من نهايه المرحله الثانيه الى 12 ساعه، بيبدا الكبد والعضلات فقط يعتمدوا على الدهون في انتاج الاجسام الكيتونيه عشان تحل محل الجلوكوز. اذا في المرحله الثالثه من الكيتو دايت، الجسم ما زال يعتمد على الجلوكوز كمصدر للطاقه. بيجيبه منين؟ بيجيبه من البروتينز بتاعتك، عمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس، تحويل البروتين لجلوكوز. لكن الكبد والعضلات بدات تنتج فعلا الاجسام الكيتونيه. اذا كده الثلاث مراحل اللي بيمر بيهم الجسم في الكيتو دايت يعني شرحناهم، والمرحله الرابعه والمرحله الخامسه هتوضح اكتر ليك امتى بدات امتى تحرق دهون. حد يقول لي المرحله الثالثه انا بدات احرق دهون، هقول له لا، انت لسه انت غيرت اكلك، خليت 75% منه دهون، فاذا الكبد قادر ان هو يعتمد عليها في تصنيع، ولو ما لهاش كافيه هيبدا يحرق من دهون الجسم ويحولها لاجسام كيتونيه عشان تكون مصدر للطاقه. اكيد طبعا مفيش كلام، لكن مش عايزين نسبق الاحداث. المرحله الرابعه والمرحله الخامسه هتكون اكثر وضوحا ان شاء الله باذن الله. بس انا عشان الوقت مضطر انهي الفيديو، وبشكركم جدا 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 على استماعكم. لو لقيت المعلومات دي مفيده لاي حد، يا ريت ما تبخلش عليه بيها وتنشر الكلام ده. ودايما زي ما عودتكم ادعي لكم بإنكم تكونوا في أحسن صحة وأفضل حال يا رب. أشوفكم على خير، السلام عليكم.